تراجع الصحافة الورقية من خلال أرقام التوزيع، هل سنصل لليوم الذي تختفي فيه الصحافة الورقية؟ هنصل. هنصل مش عشان إحنا وحشين ولا إحنا، لا، إحنا مش عاملين حسابنا. إحنا غير بريطانيا مثلا على سبيل المثال، وده يمكن برد بيه على كلام الدكتور إسماعيل، إنه أنا في لندن مثلا، وحدك قلت إنك راجع من لندن، بتجد الناس في المترو ماسكة الكتاب لحد دلوقتي، مش الجورنال حتى، ماسكة الكتاب وبتقراه. جرايد موجودة في لندن بتوزع مجانا. احنا هنا كنا لسه عشان نغطي على الأزمة بتاعتنا عايزين نغلي سعر الصحف، ده يخلص عليها، ده ينهيها تمام. ده أنا المفروض دلوقتي ان انا ده انا وزعها ببلاش، ده انا دلوقتي وزعها ببلاش، انما انا اوصل بيها المرحلة ان انا بغلي. طب ما انا بغلي، طب ما انا هفقد المستهلك. الراجل اللي بيشتري ده هيشتري الجرنان ب3 جنيه و4 جنيه النهاردة؟ اكيد مش هيشتري. تاني حاجة، انا بجيب فيه ايه؟ بلاقي فيه ايه؟ المادة اللي بديها ايه؟ انا لسه لحد النهاردة بتكلم على انه الخبر هو اللاعب الرئيسي في الموضوع. الخبر انا بعرفه ساعة ما يحصل من السوشيال ميديا، وبعرفه من المواقع الالكترونية، فانا مش محتاج تكتبهولي تاني يوم، خلاص انا عرفته. انت بقى تديني ما وراء الخبر، اديني التفاصيل اللي انا مش شايفها، اديني الرأي اللي انا مش عارف اوصله عشان اقدر اخلي الجرنان يعلى في توزيعه ويبان اكتر. تاني حاجة، انه لا يمكن في مهنة في الدنيا بدون محاسبة. يعني انا بجيب رئيس تحرير اذا لم يرفع مستوى التوزيع في الجرنان بتاعه خلاص، انما انا حاططهم كلهم في يعني مكان واحد وبفرض عليهم نفس القواعد ونفس القيود، وبعدين بخاف. يعني لما يكون عندي جرنان فيه 300 صحفي ويوزع، على فكرة انا بدي مثل حقيقي، ويوزع 70 نسخة، ما قفلوش ليه؟ ما حولوش لموقع الكتروني ليه؟ ما وزعش ال 300 على اصدارات اخرى ليه؟ انا لازم افكر ولازم اشوف بطريقة تانية، لانه احنا فعلا ده اهدار للمال العام اذا كنا عاوزين نتكلم بشكل واضح.